दिलों के सपने जब लेंगे उतारियां। لك مين بعث لي رسالة هلأ؟ فاتح، أنا رح غيب أسبوعين أو ثلاثة. في حال بدك تشوفني قبل ما أروح فيك إنه تقابلني بمحل البوزة على الساعة 4 تماما. شو صار له؟ لوين ياسمين بدها تكون رايحة أسبوعين أو ثلاثة؟ وحتى لو هي رايحة، ليش لحتى تخبر فاتح؟ قسمیں وعدے پیار وفا یہ سب سن کے ڈر لگتا ہے ہو کوئی بھی موسم دل کو اب بس پت جھڑ لگتا ہے میرے حال پہ کوئی آنکھ روئی نہ میرے حال پہ کوئی آنکھ روئی دل ات چل دا زور کوئی نا دل ات چل دا زور کوئی نا رح يروح فاتح ليشوف ياسمين لا تكوني مفكرة فاتح جاية هي بريتو شو قصدك شو مفكرة؟ أكيد جاية ياسمين عم تتصل وما يجي؟ هالشي مستحيل يصير هو حتى ما رد على رسالتك لسه وانتي وشو يعني إذا ما رد؟ هو على القليلة شافها ليكي بتعرفي طالما إشارتين صح طلعوا فما في شك أبداً إنه فاتح رح يجي هالشي بيوجع كتير شو ما كانت ياسمين عاملة معي حتى بعد كل شي عملته أنا لساتني بحبها كتير يا ترى رح يروح فاتح يشوف ياسمين طيب وإذا إجا يعني شو رح تقولي له؟ بقول يلي لازم قوله أنا رح قله شو عم يفكروا ماما وبابا؟ وليش رح يبعتوني على بيت خالي؟ وشو بعدين؟ ولا شي لكن شو في داعي لتقولي له؟ مجنونة؟ طبعاً في داعي هلأ رح أعرف ردة فعل فاتح هالقليلة وبريتو؟ شو مفكرة؟ فاتح رح يوقفني مثلاً؟ أو رح يترجاني؟ ياسمين لا تروحي بترجاكي ايه ماهي يسعد صباحك مرت اخي وانتي كمان خلصتوا ايه من شوي كيفك انتي انا منيحه مرت اخي وينه فاتح هو ما عم يرد وصار له يومين ما اتصل فينا وبصراحه امي هون كثير قلقانه عليه ماهي فاتح لسه هلا طلع بظن بيكون هلا عم يسوق يعني انتي ما بتعرفي وينه فاتح تيجو قولي لي انت عم تهتمي فيه صح؟ انا عم اسالك الك هلا لانه فاتح كثير مضغوط صار له اكثر من كم يوم واذا انت قدرتي تحاكيه قولي له انه يحاكيني ايه؟ فاتح بيروح بيعمل شغلات غبيه وانا لازم اسمع حكي انا كان لازم اقول لحماتي انه راح يشوف اختي
لتعرف انه مو انا السبب بمشاكله. أربعة وعشرة. فاتح دقيق بمواعيده، هو بيجي أبكر بعشر دقايق أو ربع ساعة بالعادة. وينه لهلأ؟ لكن انسي الموضوع، خلص ما رح يجي. قلت لك أنا من قبل ما في شي بينك وبينه هلأ أبداً. هلأ حياته هو جاي، أكيد بيكون علقان بالزحمة. انسي يا سو، لا عاد تستني. وأنا عم قلك فاتح أكيد رح يجي. قلتلك هلا اكيد رح يجي. ليكو اذا إلي ما في ولا شيء أهم من كندا نهائياً، لا أنت ولا حتى حبك. أنتو ما بتهموني، لا حضرة جنابك أنت ولا يلي صارت مرتك كمان. باي صهري. ليكي ياسو، لازم تسمعي لأبوكي وتروحي على بيت خالك لفترة صغيرة، وحتى لو مكان جديد أنت رح تغيري جو. أنت تأخرتي صح؟ يلا روحي. وإيه؟ المرة الجاية خبي معرفتك لحالك، أنا معرفتي بتكفيني، فهمانة؟ ياسمين وفاتح، هدول الاسمين رح يبقوا مع بعض للأبد وما رح يفترقوا. وقت بتحبي حدا كتير كمان أحلامه بتصير بتعني لك وكأنه لإلك، وأنا رح أقلك هذا الحلم، أنا رح أخدك على كندا. ما فيك تتخيل فاتح قديش أنا مبسوطة اليوم. بحبك ياسمين، بحبك أكتر ما أنت بتتخيلي. فاتح، ما أكلت من الصبح، يلا تعالكم. معقول تكون هي ياسمين؟ Thank you.
مرحبا، شركتنا أطلقت مسحوق غسيل جديد اسمه توتا. ما بدي إياه، روح يسلم. اسمعني، ما بدي بس يسلم. اسمعني استاذ، روح. ما بدي سمحت. فكرت إنه ياسمين اللي إجت صح؟ أنت كيف عرفتي؟ أنا كمان بعرف إنه حاكتك لتروح على محل البوزة على الساعة 4. شو مشكلتك؟ ليش ما أجيت لتشوفني فاتح؟ ليش؟ من قبل بس مكالمة فايتة مني كنت تجي تركض، وهلأ حتى بعد ما شفت مثل هيك رسالة كبيرة مني انت ما اجيت. هديك تيجوي اللي منعته. بس فاتح، مو انت قلت انه الحب هو عبادة؟ الحب هو عبادة. لليوم بسمع هاي الجملة، هلأ عم حس فيها. يعني انت عندك ايمان بالحب؟ اكثر من حياتي كمان. عم تتجسسي علي انت؟ كيف عرفتي كلمة سر موبايلي تيجو؟ انا ما عم اتجسس فاتح، انت اللي تركت موبايلك على الكنباية ومفتوح، فشفت رسالة ياسمين وما قدرت بعد عيوني. وكمان يا تيجو، كيف فيك تقري رسائل حدا؟ انت دكتورة، لازم تعرفي انه ما بصير تقري رسائل اي حدا. اسفة فاتح، بس انت اللي تركت موبايلك. لازم تبعدي عيونك. فاتح، انا كمان انسان مو روبوت، وكان بدي اشوف شو عم يدور براسها لياسمين. تيجو لو سمحتي، ما في داعي تتدخلي بيني وبين ياسمين ابدا. أنا أساساً بيناتكم. حتى لو ما بدي. ليك تيجو، أنا آسف، ما كان بدي إنه أجرحك. انسي، أنتِ ما رح تفهمي لأنه ولا مرة حبيتي أي حدا. إي صح، أنت نيتك إنه ما تجرحني، بس بتضل تذكرني إنه أنا ولا مرة وقعت بالحب. خليني أقول لك شغلة فاتح سينك، إذا الحب بيخلي الإنسان هيك، معناتها رح أدعي الله بكل لحظة إنه ما أوقع بالحب أبداً. وشغلة كمان، إذا بتحبها لياسمين هالقد، ليش ما رحت شفتها؟ إذا ياسمين كسرت لي قلبي، يعني ليش أنا بدي ضلني أحبها كل هالقد؟ ليش؟ ليش؟ فاتح، أنت كسرت قلبي. تحملت إنك تزوجت أختي بدالي أنا، وتحملت كمان إنك دمرت حلمي الوحيد وأنا ما قلت لك ولا شيء أبداً. بس هلأ أنت قللت من احترامي، وهالشي ما رح أتحمله ولا بأي ثمن.
سيد فاتح سين كبير. هلأ انت رح تعرف مين بتكون ياسمين ساندو وشو بتقدر انها تعمل كمان. تيجو وينك؟ قليلي وين حطيتيلي تيابي؟ وينك تيجو؟ لك وينك؟ اوه عفواً، شو عم تعملي هون؟ عم نظف. تيجو هذا المخزن وهون منحط الشغلات السيئة، قصدي الخردة، بس تركيون ما رح ترتاحي حتى تخلصي حملة التنظيف يعني؟ عم أعمل هيك لحتى أحس بالسلام، منه بكون عم سلي حالي شوي ومنه بكون نظفت. اعملي يلي بدك يا. اوه دقيقة، هاتي. والفائز هو فاتح سينغ فيرك. فاتح فاتح. لك تيجو، هذا الحزام امي دورت عليه بكل البيت. تيجو بتعرفي وقت كان عمري 12 سنة انا ربحت اول بطولة، وبابا كان كتير متحمس لدرجة إنه أعلن بهداك الوقت بس فاتح رح يربح الميدالية الذهبية. وهي؟ هي كمان إلك؟ أوه لا تيجو، هي لأبي. تعرفي شو؟ بابا بيحب هي الطاقية كتير لدرجة ما لها طبيعية، وستي بتكره هي الطاقية. وليش؟ لأنه خلال فترة شباب أبي حبيبته القديمة يعني هدته هاي الهدية، وإمتى ما أبي لبسها وإجا كانت ستي توقف وتقول أنت يا عميد لا تلبس هاي الطاقية، لأنه وقت بتلبسها تطلع تماماً مثل المجرمين، ما حلوة ولا تتجرأ وتلبسها. أكيد ستي يلي خبت الطاقية هون. لكن خلينا ندور على قصص أكتر لسه لنشط ذاكرتك. يلا تعي. تعال. شو هاد؟ اوه ليكي، بعدي بعدي بعدي، شيلي هذا الصندوق. هاد كان لعبة ماهي. تعرفي وقت ماهي كانت صغيرة كانت تلعب فيه، بس في مرة بتذكر ماهي وامريك تقاتلوا عليه، قام امريك عصب وكسره. فاتح، اذا نحن رجعنا صلحنا هالبيت ماهي رح تنبسط كتير. تيجو انتي مفكرة القصة بهي البساطة؟ لا، وإذا نحن شغلنا عقلنا ايه وقتها سهلة. تعال يلا نبلش. تعي. أبي راج ابني، روحت هاي بخزانتي. ايه يلا روح ابني، كتير شي بيزعل إنه نشوف هالصور. كتير غريب صح يا حماتي؟ العالم بتشوف ألبومات العرس والصور كل يوم يعني، ونحنا عم نحاول نخبي ذكريات هاليوم. يلا شيله ابني. ماما، بدي اتناقش معك بشي كتير مهم. أنا رايحة بكرة الصبح. رايحة؟ لوين رايحة؟ لبيت خالي. إيه كتير منيح، استخدمت عقلة. وكيف وافقتي بهالبساطة؟ هلأ أنا بس بدي ركز على أحلامي لإلي، مو على فاتح ولا على كندا. Thank you.
تفضلي تيجوا، هاي بيتنا صار جاهز. فاتح هو الماضي تبعي مو أكتر، ويلي ما عاد بدي أتذكره أبدا. بدي أعيش مشان مستقبلي وكرمال حالي وكرمال أحلامي كمان. أنا ضيعت كتير وقت، بكفي. بابا، بدي تبلش تدور لي على شاب. أنا بدي أتزوج ببداية الشهر الجاي وروح على كندا. لا تفكروا إنه أنا وافقت روح أقعد فترة ببيت خالي، لأنه كلكم عم تضغطوا علي وبدكم هالشي. أنا أصلاً ما بدي ضل. ويا ريت تسمعوني منيح، عرسي رح يكون أكبر بكتير من عرس أختي. مع أنه أسلوبه غلط، بس اللي عم تحكيه كله صح. يا قدير، رجاءً خلي شمس بكرة تجيب ضو جديد بحياة بناتي. على شو عم تدوري؟ بقيان السور تبع الحديقة، بيكون هون بشي مكان. مين هالولد الظريف اللي بالصورة؟ لا مو معقول. هذا أنت فاتح؟ تيجو تيجو هاتي. شو أهلك ما كانوا يلبسوك أواعي أنت وصغير؟ تيجو هاتي. ولا هيك تيجو أواعي أريح للصغار؟ تيجو لو سمحتي أعطيني إياه. تيجو. طيب طيب، بس لأشوف ماهي وأمريك. شو هاد؟ ما في ولا صورة وأنت عم تضحك. عبوس من صغرة؟ هذا فاتح مين مفكر حاله يعني؟ ما بده يحكي معي؟ وأنا ما عم موت لحتى حاكي. بس بكرة وقت يعرف إنه رح يخسرني رح يندم كتير على يلي عم يعمله. رح دفعك الثمن فاتح سين كبيرك. تيجو أنت منيحة؟ فاتح، ليك كيف انكسر البيت؟ أنا مالي قلقان على البيت، أنا قلقان عليكي. شكل رجلك ورمت. قومي امشي معي تيجو، قومي قومي قومي، يلا قومي قومي. آه فاتح، عم توجعني. على مهلك فاتح، عم توجعني، رح تطيب ما؟ أكيد رح تكون منيحة، أنا ملاكم بعرف، لأنه هاي الجروح بتصير كل يوم. كمان لا تنسي أنت دكتورة وعم تتصرفي مثل الصغار. لا سمح الله لو انجرحتي أكتر معناها شو؟ أنت لويتي رجلك هلأ بسببي. لهيك بس استني هون أنا جاي. لوين رايح؟ استني ما رح طول. Don't you
آخر فرصة إلك فاتح. أنا رايحة على بيت خالي بكرة الساعة 9 ورح أروح بالباص لحالي. إذا ما أجيت بكرة كمان شوف شو رح أعمل. ياسمين أنا عم قلك خليني روح معك ووصلك. أبي راجع، أنا مو صغيرة وما رح أضيع إذا رحت لحالي. بعرف إنك مالك صغيرة، بس كمان بعرف إنك ما رحتي ولا مرة لحالك، ولو تيجو كانت هون كانت حياتي ما رح تتوقف بسبب تيجو. بقدر أعيش حياة أفضل ورح ورجيك. أنا بعرف أتصرف. هي رح تكون آخر فرصة لفاتح، إذا ما أجا اليوم معناها خلص. شو قصدك أبي راج رح ياخدها على موقف الباص؟ ليش ما ياخدها على بيت خالي؟ طيب يا سو منيحة أمي؟ فاتح أكيد بيكون راح ليقابل ياسو. إيه حكيك مزبوط، يمكن هالشي منيح إلها. بتمنى ما تطلع وراها وتعيش حياتها مثل ما بدها. إيه أمي ماشي، باي. يا ترى فاتح رح يقدر ينسى ياسمين؟ يلا الباص اجا، رح احط لك الراضي. ياسمين يلا. Thank you.
يعني شو كان له داعي تعملي كل هذا الشيء؟ كيف صارت رجلك؟ خف الوجع؟ رحت شفت ياسو؟ انت عن جد معي كلمة سر موبايلي؟ لا، عندي عقل ما بينقفل مثل الموبايل تبعك. امي قالت لي ياسو رايحة على بيت خالي على 9 الصبح، وبالصدفة أنت كمان طلعت من البيت بنفس الوقت تقريباً. أنا ما قابلت ياسمين. فاتح، بعرف منيح قديش بتحب ياسمين، وكمان بعرف إنك ما فيك تعيش بلا ما تشوفها. ما في داعي تخبي إنك رحت لحتى تقابل ياسمين. إذا قلت الحقيقة ما رح أتضايق، بس إذا كذبت أكيد رح أتضايق. أنا ما كذبت أبداً. ايه رحت لحتى قابل ياسمين، بس صدقيني ما قابلته وهي الحقيقة، وما عم كذب عليكي ابدا. بدك تصدقي صدقي، انا عن جد يا تيجو مو فارق مع ياسمين. ياسمين انتهت بالنسبة لي. الله داني يا ما جنا اوروها دي سوغا میرا نام لگینا بلاو سیو ہن سیاں میری جات تیرے سپنوں کی دنیا میں گھر ہے میرا جندڑی کے صدقے دل بھر ہے میرا واریاں واریاں جانواریاں واریاں واریاں جانواریاں واریاں واریاں میں جانواریاں خواباں دے دیس میں نوایوں ڈاریاں خواباں دے دیس میں نوایوں ڈاریاں قولوها بصوت عالي. يسعدن ويبارك لهم. كل اللي يقول يسعدن ويبارك لهم. اهلا وسهلا جد. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة ستي. يا الله بنتي، شو صاير لرجلك؟ ايوه، شو كان في قتال بين الزوج والزوجة؟ لا خالتي، رجلي تورمت وبس، هي هي ما في شي. ستي كيف كانت رحلتكم؟ منيحة منيحة كتير. ايه منيح. مرت أخي ماهي؟ أنا هلأ بأحسن حال. وهلأ رح تصيري أحسن بكتير. مفاجأة. شو هي؟ أول شي غمضي عيونك. تمام هيك، 1 2 3. هابرا كدابرا. معقول؟ بيت لعبتي؟ ما عم صدق عيوني. شكرا كتير اخي حبيبي، بس قلي وين لقيته. الانسة عملت النظافة لقيته. الانسة عملت النظافة؟ تيجو كانت عم تنظف غرفة المخزن ولقيته.
بس مرت أخي هذا كان مكسور كيف؟ فاتح صلحه. تيجو ساعدتني بكل شيء ولهيك هي لوت رجلها. بالمناسبة كانت فكرة تيجو إنه نصلحه مو أنا. تيجو عم تنمدح كتير اليوم. شو أختي؟ ما قلتي لي هدول بنات ساندو فيهم شي يعني؟ الأكل جاهز من زمان، تفضلوا يلا. يلا يلا يا جماعة أنا كتير جوعان. تذكر أخي؟ تذكر كيف أمريك كسروا للبيت تبعي؟ شكراً تيجو بتذكيرك لأختي بأغلاطي القديمة. هلأ تيجو؟ شو كان في داعي تعملي كل هذا الشيء؟ ما إلك 10 أيام متزوجة وبلشتي تاخدي قرارات؟ شو صار حماتي؟ أنا عطول بحط الغراض تبعنا بالمستودع وما بحب حدا أبداً يتدخل بهدول الغراض. أسفة حماتي، أنا فكرت نظف المستودع وريت. يا بنت قبل ما تتدخلي بهالشغلات ما فكرتي تاخدي رأي حماتك إذا هي بتوافق على هالشي؟ بتضلي عم تحكي على التليفون 24 ساعة مع أمك بس ما قدرتي تحاكي حماتك شوي. أسفة حماتي، من اليوم وطالع ما عاد أعمل شي لحالي. هيك بيكون أفضل، استبدادك ما رح يمشي هون بهالبيت. بعدين أنتي مين عم تحاولي تبهري بهذا الشي كله؟ رح أرجع عدك مرة تانية تيجو، أنا اللي بقرر كل شي بهذا البيت، مفهوم؟ أساساً أنا اللي كنت دايرة بالي على هذا البيت قبل ما تجي ورح ضل دايرة بالي عليه. أمي شو القصة؟ ليش عم تبهدلي تيجو؟ اسكت ولا تتدخل بشي فاتح. لا ما رح اسكت. فهميني شو عملت تيجو؟ بدل ما تمدحيها على كل الشغل اللي اشتغلته لأنها تعبت ونظفت كتير. شو بك فاتح؟ انت شو صار لك؟ في حدا بيحكي هيك مع أمك؟ خالتي انت كمان، شو الغلط اللي غلطته تيجو؟ هي نظفت مو أكتر وأنا ساعدتها بالتنظيف. تعرفوا نحن لقينا كان السمين بغرفة المستودع. استنوا بس شوي رح جيبه. ليكي أمي لقينا هذا الحزام، شوفي هذا اللي دورنا عليه كتير وما لقينا. شوفي تيجو هي اللي لقته، كمان طاقية أبي المفضلة وبيت لعبة ماهي. تيجو لقت كل هدول الشغلات. خلص أمي. إيه صح تيجو، أنا لسه ما لقيت تيابي. أنت لقيتي كل هدول الكنوز، إمتى دور تيابي؟ يلا أمشي أمشي. بس ثانية تعالي، تقدري تمشي؟ أمي احتفظي بهدول منيح. بناتي مو وقحين وشايفين حالهم مثل فاتح. أنا بكرههم لبنات ساندو لأنه واحدة منهم كسرت قلبه لابني والتانية عم تحاول تخرب علاقته فيني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.